مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد وحلقه جديده مع السيره العطره. السيره دي يعني ايه سيره عطره؟ يعني سيره لما تسمعها تحس ان الحياه جميله، لان احنا معانا النهارده نبي قال الله عنه سبحانه وتعالى نعم العبد انه اواب. وهتشوف في احنا بنحكي عن نبي داود اللي داود ابن إيشا ابن كذا 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 لغاية ما نصل إلى يهوذا. يهوذا ده ابن سيدنا يعقوب. نحن مع سيدنا داود أول ملك نبي لبني إسرائيل في عهد طالوت. طالوت كان ملك لكنه ما كانش نبي، كان في عهده نبي اسمه صموئيل أو شمويل، بتبقى تتقري كده وبتتقري كده وبتتكتب كده وبتتكتب كده. صموئيل ده هو اللي راح لداود وهو صغير وبوحي من الله سبحانه وتعالى جهزه للنبوة. أول ظهور لسيدنا داود عندنا في القرآن الكريم، احنا بناخد حاجاتنا من القرآن من الأحاديث من الكتب. طب بس بقى قبل ما أقولك أول ظهور أقول لك قصة لطيفة موجودة في كتبنا، إن سيدنا آدم عليه السلام حب يشوف ذريته، وده موجود عندنا في القرآن. فذريته طلعت كلها قدامه، شافها كلها، فلقى فيها حاجة كده في حد من الذرية في ضوء شوية كده. فسأل المولى عز وجل مين ده؟ قال له ده داود ابنك. قال له طب وهيعيش قد إيه؟ قال له 60 سنة. قال له طب يا رب، أو بيكلم ملايكة بقى أو بيكلم جبريل، ممكن أديله 40 سنة من عمري، هو عارف إنه هيعيش 1000، ممكن أديله 40 سنة. قال خلاص ماشي. فبقى داود يعيش معانا 100 سنة. بقيت الرواية إنه لما جه يعني ملك الموت يقبض سيدنا آدم، فقال له لا ده أنا لسه أنا 960 بس، لسه 40 سنة. قال له أنت مش اديتهم لابنك داود؟ قال له أه معلش نسيت، اللي ممكن تبقى فناسي آدم، فنسينا احنا كمان، فحصلت لنا مشاكل كتير قوي. دي قصة كده لطيفة عن سيدنا داود عليه السلام. طيب أول ظهور ليه في القرآن الكريم هتلاقي الآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا وأتاه الله الملك، الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. إيه دفع الناس دي؟ واحد خير واحد شر، الناس تشيل كده بعض تمشي الدنيا. أول ظهور لداود اللي هو إيه؟ قتل جالوت. ايه حكاية بقى قتل جالوت؟ في حرب بين الأمة اللي بيقودها طالوت، عشان ما نتلخبطش في الأسماء، وفي جالوت ده في أمة تانية. بقى الكتب طبعا الإسرائيليات بتقول ان هو يعني كلام يعني مالناش دعوة، ان خلينا في موضوعنا. فجالوت ده قوي جدا وجبار جدا، وداود كما وصف في الكتب ان هو كان قصير شوية مش طويل، وعينيه زرقاء او شعره قليل وقلبه طاهر. ده الوصف بيقول كده، وقلبه طاهر. صحيح ونعم العبد انه اواب. المعركه هتبدا وتفكرنا بالظبط بسيدنا علي وعمرو بن ود. ازاي طالوت واقف بيحكم وداود في الجيش بتاعه، وبعدين جالوت بيخرج الجبار ده، قال من مبارز حد يخرج لي؟ ما حدش بيخرج. يوم يطلع الشاب اللي هو تقريبا كان وقتها عنده 17 سنة أو أقل شوية أو أزيد شوية، أنا يقول له طالوت ده ما تشتدر عليه، مش هتقدر عليه، لكن تصدى له. نفس القصة لو تذكروا، عمرو بن ود يخرج على في الساحة ويقول هل من مبارز؟ فيقوم سيدنا علي يقول أنا جاهز يا رسول الله، سيبني أروح له. والعجيبة أن نفس الحوار يدور، جالوت بيخرج له داود
ويقول له انت صغير انت مش عايز اقتلك. فقال له لا انا عايز اقتلك. نفس الحوار اللي ضرب سيدنا علي وعمرو بن هود. داود بيحارب مش بالسيف، داود صغير ما بيمسكش سيف، فبيحارب بحاجه غريبه جدا، بيجيب حجاره يحطها في شوال كده في كتفه ويصطاد بيها، ويجيب نبله. عارفين النبله؟ زي ما يعرفش من اخونا العربي، عباره عن يعني استك كده وفي حته بتاع كده تحط فيها الحجر تضرب كده تروح جايبه. فاذا بداود يتصدى لجالوت الجبار ده، ويروح اول ما بدات المعركه بينهم يروح فاتح النبله وعامل كده ويروح ضربه ضربه قويه جدا تيجي هنا اهو لكل في الجبهه، لكل الكتب بتروي الروايه دي. يوم يسقط جالوت، يوم يروح داود يركب فيه ويروح واخد سيفه وموته بيه. واذا بي بقى بني اسرائيل كلهم يهللوا بالشاب الصغير ده اللي عمل معجزه ونصرهم. خلاص بنمشي الاحداث هناك بقى في الاسرائيليات ما لناش علاقه بيها، احنا لينا علاقه بانه بعد شويه اتاه الله ملك. ايه بقى اللي حصل؟ جالوت ده بيموت بقصص كتير ما تهمناش، وبيبقى يجي داود ملك ونبي، فبيبقى اول ملك ونبي على بني اسرائيل. تيجي الايات بقى تقول لنا ايه بعد كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف، عايزك تشوف معايا ماذا اعطى الله لداود عشان يبقى حتى يعني ذره كده، زر صغير فيه اضاءه. ويقول نبينا عليه الصلاه والسلام اجمل صلاه صلاه داود، واجمل صيام صيام داود، واجمل صوت خلق على وجه الارض من البدايه حتى النهايه هو صوت داود. دي الكتب اللي عندنا بتقول كده، مفيش كلام. حتى لما سمعنا ابو موسى الاشعري بيقول قران جميل قوي، فسيدنا محمد معدي كده فسمعه، فهو يسمعه صوته جميل جدا ابو موسى الاشعري، وكل الاشعريه بعد كده كان صوتهم كويس جدا جميل جدا. فخرج ابو موسى عارف ان النبي واقف يسمع، قال له كنت عارف انك بتسمع، كنت حبرتولك يعني اقرا بقى باتقان وحاجات زي كده. فقال له لقد اتيت مزمار من مزامير داود، لان داود كان بيقرا نزل عليه الزبور، وانا كنت صورت لحضراتكم وموجود، يا ريت بتحط في الحلقه صوره لان احنا مصورين عندنا الزبور اصلي موجود في مصر القديمه، وموجود في مكان كويس جدا محافظين عليه بشكل كويس جدا، ولقوه عندنا هنا وتحفظوا عليه بشكل رائع. يعني يا ريت الاستاذه هبه مشكوره تحط لنا منه حاجه، يعني لانه ده زبور داود اللي كان بيقراه، بيقول لك لما يجي يركب الحصان فيبداوا يحطوا له السرجه بتاعته، السرجه بتاعت الحصان دي على ما ينصبوها يكون راجع الزبور، يعني يكون راجعه. وده حديث برضه عن سيدنا النبي، يعني مش عليه الصلاة والسلام. خلاص داود بيبقى نبي. طيب ايه بقى رأى الله بيدي داود ايه عندنا بنص القرآن؟ يعني مفيش فيها رأي ولا بتاع. نسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. ايه الفضل؟ يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه. ايه ده؟ أوبي يعني ترددي، اللي بيقول سبحان الله تقول الجبال كلها تقول سبحان الله. يا جبال أوبي معه. والطير وألنا له الحديد. هنعمل صبغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الله أكبر. شوف داود خد إيه بقى. أولا هنشرح إيه السابغات دي. السابغات دي الدروع. هو كان حداد فبيعمل حديد دم. هتلاقي في الآيات ألنا له الحديد، فيجي المفسرين يقول لك يعني إيه؟ يعني إيه ألنا له الحديد؟ يعني إيه؟ قال لك يعني كان بيبقى في إيده كده زي العجينة، زي ما أنت بتعمل العجينة عشان تعمل عيش ولا تعمل كيكة ولا تعمل حاجة، هو كان الحديد في إيده كده. فكان في اليوم الواحد يعمل درع كامل. ايه الدرع بقى؟ اللي هو صبغات، اللي هو الدروع. يعني الدروع كان زمان لما بدأوا يعملوها دي برضو حاجة متقدمة في الحروب، يوم يلبسها الفارس كل درع كده فيبقى مش قادر يمشي. بس الدرع ده من ايه؟ من صفيح. يبقى مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك. فداود علمه ربنا سبحانه وتعالى ان يعمل
الصابغة دي من الزرد الحديد، عشان هو بيعمل حديد كده. ما تتخضش او ما تخليش مخك ياخدك في حتة تانية. الله قادر على كل شيء، فممكن يكون عمل لنبيه كده. فعلمه كمان ازاي يحط المسمار هنا، بحيث ان الفارس لما يلبس الحاجة الدرع اللي عمله له داود يقدر يتحرك ببساطة وبسهولة. فدي كان حاجة جديدة وقتها، لدرجة انه كان بيعمل في اليوم درع كان ياخد فيه 6000 درهم. وبالتالي احنا امام رجل ايه؟ غني. وبعد كده بقى ملك. بعدين بيكلم الطير ويسبحه معاه. انت عارف يعني ايه تقعد كده في حتة؟ وهم كانوا قاعدين في حتة كلها بقى خلا، مفيش بقى نطقات نطحات سحاب ولا كلام من ده. الخلا ده هو يسبح، فالطير تسبح معاه، وهنشوف مشهد يعني مش معقول. للأسف يعني شيء حزين جدا ان الحاجات دي ما بنقدرش نصورها، مش عارف ليه. ولما تحفت على اليوتيوب كده تفرج على صور او افلام، بتبقى افلام يعني اقل من المتواضعة بكتير. يعني ازاي الحاجات دي، لان المشاهد دي ازاي واحد يبقى ماشي في الصحراء كده فيبتدي يقول سبحان الله، فالجبال كلها تتكلم معاه، والطير الطيور كلها تسبح معاه وتقود مع داود. بس خلي بالك، أداه الله الحكمة، مش كده الحكم يعني، بس لا الحكمة كمان النبوة. لكن في حكاية تخليك تعرف انه هو نبي وحكيم وكل حاجة، لكن يحكي لك ربنا سبحانه وتعالى حكاية، حكاية غريبة جدا. انه سيدنا داود عليه السلام كان في الايام يعمل ثلاثة ايام يعني، وتجدده بقى يوم يقعد فيه ويعبد فيه ربنا، ويوم يشوف قضايا الخلق، مين متخانق، مين عنده مشكلة، مين بتاع يحلها، ويوم يعني احنا قلنا يوم يشوف قضايا الخلق، ويوم يصلي، ويوم يشوف بقى مشاكل البشر. القضايا حاجة ومشاكل الدولة مثلا، دولة كبيرة بيشوفها. فيبقى عندنا 3 ايام، نقولهم تاني عشان اتلخبطت انا بقولهم، ما اجريش حاجة يعني. اليوم الاولاني يشوف مشاكل الدولة، اليوم التاني قضايا الناس، اليوم التالت بتاع العبادة، يقعد يعبد ويصلي. في حرس بره، في ناس بيقفل عليه الباب ما حدش يخش له خالص. ففي يوم وهو قاعد كده بصوا، لا 2 في الاوضه، انتوا جيتوا منين انتوا؟ لدرجه انه فزع منهم يعني، اتخض منهم خاف. ودي حصلت لانه يا موسى لا تخف. فنفس القصه برضه سيدنا موسى لما العصايه اتحولت لتعبان اتخض خاف، فهنا اتفزع منه. ايه انتوا مين؟ قالوا احنا عندنا قضيه عايزينك تحكم لنا فيها. فهو حس بامر يعني غريب شويه، بس خلاص يعني ايه القضيه؟ واحد معاه قال له يا اخي، وانا عندي نعجه وهو عنده 99 نعجه. خلي بالك كلمه نعجه هنا يعني بيستغلوها استغلال في التفاسير عندهم مش كويسه. انا عندي، هو عنده 99 نعجة وانا عندي نعجة، خليكم بقى في القضية دي. وقال له، قال لي هات النعجة بتاعتك احطها مع النعجة بتاعتي. وعزني في الخطاب. ايه عزني في الخطاب؟ يعني بيتكلم حلو، عارف يكسره بالكلام، هاتها وهنعمل ونسوي وبتاع. بس انا ده ما انا زعلان يعني انه خد النعجة بتاعتي. فالآيات هتقول لك ايه على طول؟ لقد ظلمك بانه خد نعجتك حطها في النعجة بتاعته. خلاص خلصت الحكايه كده. بس شوف بقى الايات بتقول ايه، اسمع الايات عشان تشوف الجمال. الحكايه ما خلصتش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا اتاك نبأ الخصم اذ تصور المحراب، لانهم ايه دخلوا من عصور كده، ما دخلوش من الباب لان الباب مقفول مش هيخشوا منه، في حرس. اذ دخلوا على داود فزع منهم، ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ما يحكم بالعدل في الحكايه دي، اللي هو ايه؟ انا عندي نعجه واخويا عنده 99 نعجه،
فخد النعجة بتاعتي ضمها لنعجه، فهو داود قال له لقد ظلمك. بص بقى بيت الآيات، قال ده كلام داود الحكم، ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم. خلي بالك من اللي جاية. وظن داود أدرك المسألة أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه القصة. إيه بقى؟ فين المشكلة هنا؟ دي الحكاية فيها مشكلة كبيرة جدا. لكن إحنا هنا بنقول إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى امتحن فيه أيوب داود وما توفقش فيه في ساعتها وخر راكعا واعتذر وقال أنا متأسف، أنا أستغفر ربنا، لأنه هو تسرع في الحكم، ما سمعش التاني، ما سمعش صاحب 99 نعجة. ليه ضم النعجة دي؟ ما جايز يكون عنده وجهة نظر، لكنه حكم على طول. أما ده أنا بحكي لك إحنا تفسيرنا كده تمام. لكن هم خدوها في قصة تانية بقى خالص، قالوا بقى فيها مش عارف داود كان عنده كذا ست وعنده قصة أنا ما أحبش أحكيها بس موجودة، لكن أولوها تأويل آخر. لكن احنا بنقول لا، ليه؟ طب ما هي القصة موجودة اهي، انه سيدنا داود وربنا بيدينا المثل ده ان هو عنده الحكمة وعنده كل حاجة، لكن ممكن يتسرع في حكم. فلما يتسرع في الحكم على طول خر راكعا وأناب على طول، انا متأسف. لانه لما حصلت الحكاية ديت ومشوا الاثنين دول واختفوا كده ادرك ان دول ملايكة، وده اختبار، وهو ان هو ما نجحش في الاختبار، ان هو ما توفقش في الاجابة. وهتلاقي القصة دي تاني مع داود برضو في حاجة تانية. كل دي أمثلة بيدانا ربنا سبحانه وتعالى وكتبها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بالنص على الواقعة بتاعت سيدنا داود. هنلاقي وإحنا بنحكي النبي سليمان ابن داود هنلاقي برضو قصتين فيهم نفس الحكاية. ممكن أحكي لكم دلوقتي القصة التانية اللي هي القصة بتاعت الست اللي عندها طفل وست تانية جارتها عندها طفل، الولدين بيلعبوا بره، دخل الذئب كان واحد. طبعا لا عندنا صور ولا عندنا واتساب مصورين الولد ده ابننا وما عندناش حاجه. فالست دي قالت ده ابني، والست الثانيه قالت ده برضه ابني. هو فراحوا لدول قالت ده ابني، والست الكبيره عندها يعني طلاقه في الكلام، الكبيره اكبر من الست الثانيه. فاقتنع داود بانه الست ديت هي ام الولد، فقال لها خلاص خد الولد. فأشوف الأدب في الكلام عشان إحنا ما تكون مؤدب ممكن الناس تسمعك. فقال له خير من ذلك سليمان. قال له ماذا؟ قال له طب ما إحنا نقطع الولد نصين، ندي نص دي ونص دي وتبقى اتحلت المشكلة. إيه اللي حصل؟ الست الصغيرة في السن قالت لا 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 تاخده ابنها. الست لو نيمة كلمتش لانه ما خصهاش، مش ابنها، الست التانية ده ابنها هيدعوه نصين مش عايزاه، خلاص تاخده الست التانية بس يعيش. فحكم الست الاولانية انها، وفعلا التانية قالت ده مش ابني خلاص، يعني اعترفت نتيجة برضو في ذكاء. لكن الحكمة ايه في الافكار دي او الحكايات دي؟ انه محدش يمتلك ناصية كل شيء، يعني لازم يبقى فيه. عشان كده سيدنا النبي قال انه الحاكم العادل هو الافضل عند الله، والحاكم الظالم هو الأسوأ عند الله. فده داود بيستشير سليمان وبياخد ويدي، فدي كلها دروس جميله جدا المفروض ان احنا بنتعلم منها. يعني القصص، قصص السيره العطره في معاني كتير، معاني كتير جدا. سيدنا داود ما عاش بقى 100 سنه، لأنه خد 40 سنة بس ما كانش يعرف، ما حدش قال له، أو إحنا ما نعرفش إذا كان حد قال له ولا لأ. المئة سنة بدوعه كانوا من أعظم سنين بني إسرائيل، من حيث العدل، من حيث الحقوق، من حيث الرخاء، من حيث كل حاجة. في كلام بقى في الإسرائيل كتير عن إنه بقى اتجوز كذا ست، اتجوز ستات كثيرة، اتجوز، كان المجتمع ده زمان كده فيه حاجات بالشكل ده، دي حاجات لا تعنينا في شيء. لكن
لحظة وفاته كانت لحظة مهمة، انه هو كان غير على يعني ستاته وبيته كده، فكان لما يخرج يقفل قفلة جامدة محدش يفتح خالص غير لما هو يرجع، كنت بتقول كده. ففجأة اهل بيته لقوا في راجل في البيت، ايه الحق؟ قالوا يا خبرك ده داود هيفضحنا، في راجل في البيت. دخل داود قال له انت مين؟ قال له انا اللي لا بيستاذن ولا بيهاب ملوك وبيبقى ليه حاجة بيعملها هو يمشي. فقال له اذن انت رسول الله فافعل امر الله على طول. وقبض داود، يقال كان يوم سبت مثلا بالليل، لانه بدأوا يعملوا الاجراءات بالليل، الغصن والحاجات دي كلها، وسليمان موجود النبي سليمان، وعلى الصبح يقول لك داود ما تفاجأ وسليمان ما تفاجأ وابراهيم عليه السلام، الثلاثة دول كتب بتقول كده ماتوا يعني على طول كده. وهنحكي لكم برضو سليمان لقصة، وسيدنا ابراهيم انا حكيت القصة. فداود خلاص عمل الغصن وحطوه هيخرجوا بيه، الدنيا شمس جامدة جدا، فلما تبقى خارج بجنازة داخل في ناس كتير جدا، كل بني إسرائيل خارجة، عملوا ايه؟ فسليمان حلها حل بسيط، ندى الطير قال لهم اطلعوا فوق هنا، هو كان بيكلمهم ده من نص القرآن، اطلعوا فوق وافردوا جناحتكم. وفي حديث عن سيدنا النبي أبو هريرة حكيه، انه سيدنا النبي قاعد يحكي لدرجة انه بدأ يشرح لهم ازاي الطيور كانت بتفرد جناحتها كده وبتعمل كده، لان هم لما فردوا جناحتهم قوي الدنيا بقت ضلمة. فالناس قالوا طب بس كده وينورونا شوية، فسيدنا سليمان قال خفضوا جناح عشان الدنيا تنور شوية، وخرجوا في جنازة سيدنا داود عليه السلام. مشهد جبار. ومروي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش مروي من بعيد كده ولا من بعيد كده ولا من أي حتة، إنه خرج بيقول لك عدد مهول لسيدنا داود في وداعه، وبعد كده بيجي سيدنا سليمان. فلما تيجي تبص على الرجل الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أواب، أواب دي يعني بيستغفر كتير، لا يعني بيرجع كمان كتير، يعني يقول له أنا آسف أنا معي أنا بستغفر أنا بستغفر طول الوقت. أيوب بيستغفر، سيدنا النبي أشار أحسن صيام صيام داود، بصوم يوم ويفطر يوم، طب بالليل يصلي ينام نصه ويصحى نصه تلته وينام تلته، يعني طول الليل بيبقى صاحي، طول الليل يعمل أدعية ويذكر ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا أمام شخص شديد الإيمان شديد التقوى. لما تحب تقول أجمل صوت ظهر في الحياة هو صوت سيدنا أيوب، سيدنا داود. شخصية لازم تحاول تعرف عنها كتير، وأنا في حاجات كتير جدا مكتوبة عن سيدنا داود، لكن أنا اخترت لكم الحاجات اللي هي موثقينها، اللي هي في الضمان في الأمان، لأنه هما بيعملوا حاجات الحقيقة يعني مش مجال نتكلم فيها خالص. لكن يا رب اكون اتوفقت في ان انا حكيت لكم معلومات بسيطه جدا جدا عن نبي كبير جدا وصاحب همه كبيره جدا جدا جدا، والله اعطاه حاجات كتيره جميله جدا عشان يعلمنا انه لما ربنا يدي الناس حاجات كتيره يبقوا شاكرين طول الوقت، لدرجه انه في حديث موجود انه قال ربنا اشكرك ازاي وانت شكرك ده نعمه منك برضو، يعني انت بتديني القدرة ان انا اشكرك ده نعمة منك، فربنا قاله بس اعمل كده اعمل كده. فكم نعمة لدينا في الحياة يجب ان نشكر الله عليها سبحانه وتعالى. فداود اخذ كل الحاجات الجميلة وقدم لنا تجربة انسانية مهم جدا ان احنا نبص فيها.